إلى موضوع آخر الآن، حيث أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية برنامج القافلة التحسيسية التي تتمحور حول مخاطر البحر، سيما في هذا الموسم التي يعرف فيه الشواطئ البحر إقبالا كبيرا للمصطافين. وحدة الحماية المدنية أرادت أن تتوجه بهذه القافلة إلى فئة الأطفال، سيما بالمخيمات الصيفية، والبداية بالقرية الإفريقية بسيدي فرج. جمال الدين بوشا وإبراهيم برقاش رصد التالي. اليوم جانا الحماية المدنية في مخيم بن خلدون، ورونا كيفاش نبتعدوا من مخاطر البحر، أشياء خطيرة مثل زجاجات ملقية ممكن كانت تنسى عليها. هذه المبادرة داخلها في برنامج المسطر من طرف الحماية المديرية العامة للحماية المدنية، وهذا القافلة هذه تنطلق يوم 2 أوت 2015 إلى غاية آخر الشهر، وراح نجولوا ونطوفوا على جميع مراكز مخيمات الصيفية وكذا بعض الشواطئ. هاد لا كومبان ولا هاد لا كارافان سي بور سونسيبيليزي، باش نقوموا بعملية تحسيس ونشر ثقافة الوقاية من أخطار البحر.